أولاً يعني أنا ما أعرف بالضبط إيش معنى يعني ساحة، لأنه هذه مسألة عائمة، يعني هذه الكلمة عائمة صراحة. لكني إذا أتكلم عن الشعر الشعبي، أنا أبداً لست متعالي على الشعر الشعبي، أنا أكتب الشعر الشعبي لكني أريد أن أكتب شعري اللي يناسبني. كون أني كتبت شعر وناسب ناس معينين يعني وحبوه، فهذا شيء يسعدني. لكني للأمانة أنا كتبت الشعر علشان أسعد نفسي أنا، نعم. يعني فراح أستمر على هذا المنهج، أنه يعجب الناس هذا شيء رائع، يعني يونس. أنه ما يعجب أحد هذا لا يعنيني في